خدي بالك انت متراقبة. بيه لي ليه يا فارس؟ انت مصدق ان انا قتلته يا ماهي؟ المهم انت مصدق. انا لو مصدق اني قتلته كنت سلمت نفسي، او على الاقل كملت هروب. اصل صدفة غريبة قوي ان اللي عايز يدبسك ويخلص منك يدبسك في جوز حسنة بالذات. برافو عليكي. مين بقى اللي كان يعرف اللي بيني وبينها وعايز يأكد عليها التهمة؟ بس الموضوع ما كانش سر. بس اتنسى. مين بقى اللي بيألف في القديم وعايز يخلص مني؟ مين اللي بعت ورايا بدل الواحد عشرة أكتر من مرة؟ لعلمك أنا رحت لهشام الصواف السجن وما أنكرش. وإيه علاقة جوز أختك بأيمن واصل؟ شبكة الفساد كبيرة، كبيرة أوي يا ماهي. يخلصوا مننا ويعيشوا هما مترستين في أمان. وأنت بقى داخل تنطح في ناس كبيرة زي دي ما تعرفش ممكن يعملوا إيه؟ عشان أثبت براءتي. براءتك اللي أنت مش متأكد منها أصلاً؟ أوعدك لو اتأكدت إن أنا اللي قتلته هسلم نفسي. بس الموضوع متظبط على مقاسي قوي، وانا الحكايات دي لما بتتظبط قوي كده بقلق. وهتثبت براءتك ازاي وانت هربان؟ البركه فيكي. انا تاني بكره الساعه 10 الصبح هتروحي لنظيم رفعت، هيديكي حاجه، هقابلك الساعه 4. فين؟ تحت عياده الدكتور اسامه. بجد ولا زي كل مره؟ ما عادش فيها زي كل مره، المره دي بجد. طب خلي بالك. متخافيش، البركة في الكوفية بتاعت الأستاذ نظيم. أيوة بس سعادتك أنا هشوفه فين؟ يعني إيه؟ ما كلمكش في التليفون؟ ما عداش عليك؟ أنا اللي أعرفه إن أنتوا صحاب قوي يعني. لا يا باشا، المعلومة واصلة لسعادتك غلط. أنا علاقتي بفارس سطحية جدا، يعني هي بتنحصر في حاجة من الاتنين، يا الشغل يا المسخرة. بمناسبة الشغل، كلمة علاقات عامة بتعبر لك عن إيه؟ خدمات يا باشا، يعني خدمات ومصالح بنقدمهم للناس. بس ايه؟ بنقدمهم في اطار الدستور والقانون. وهو انا جبت سيره خروج عن القانون او الدستور في كلامي، ولا هو اللي على راسه بطحه يا استاذ رامز؟ رامز بس يا باشا، يعني اصل انا مطبق وفاصل، فساعات كده تلاقيني اقول كلام انا مش فاهمه، مش اكتر. انت كنت سهران في مكان، المكان دوت بيسهر فيه فارس رشدي كتير قوي. انا لما رحت سالت الامن بتوع المكان اتعرفوا على فارس على طول وقالوا لي ان هو زبون دايم. عارف ايه الغريب في كده؟ ما غريب الا الشيطان سعادتك. الغريب في كده يا رامز ان الراجل بتاع الامن اللي انا سالته ما راحش الشغل لحد امبارح. يعني قول لي انت بقى، يعني ايه هو اللي انا قلته ده كله؟ ما بيفكركش بحاجه؟ ما بيفكركش باللي حصل لأيمن واصل اللي لقوه مدبوح ومدفون في بيت صاحبك؟ بص يا باشا، يعني أنا من عشرة الفارس، يعني ممكن أقولك إنه ممكن يتعصب يكسر يعور، إنما قتل دي صعبة قوي. عارف إيه ده؟ تقرير يا اختي عسل. برافو عليك. التقرير ده بتاع المعمل الجنائي بيقول ايه؟ بيقول ان السلاح الابيض اللي تمت بيه الجريمه ملوث بدم بني ادم اسمه ايمن واصل، وعليه بصمات بني ادم اسمه فارس رشدي. ده معناه ايه؟ معناه ان النيابه هتوجه له تهمه القتل، وباذن واحد احد هيتنشله يا تأبيده يا اعدام. ومش هو لوحده، لا، هو وأي بني آدم ساعده أو تسطر عليه. ها، نكمل بقى من سهرية امبارح. وقبل ما تكمل، لاحظ إني عارف كويس قوي إن أنت بعد السهرة خرجت مع بنات يا نوتي. هو عدى عليا يا باشا، عدى عليا، بس والمصحف الشريف ما أعرف هو فين دلوقتي. وبالنسبة للبنات روحوا بدري. طالما أنت جيت معايا دغري أنا هصدقك، بس بليز يا رامز لو سمحت اوعى تكون بتضحك عليا علشان ما ازعلش منك، وانا زعلي مش لذيذ. اوكي.